كتيرة بتعمل نتيجة ان احنا علمناهم في مدارس الحفائر، وانا فخور جدا بهم كمصريين ان بيعملوا هذا الكشف اللي هيقلب الدنيا كلها. ليه الاعلام الدولي موجود كتير النهاردة جدا؟ يعني امريكان موجودين، انجليز، كله. الاعلام المصري للأسف قليل جدا. ليه؟ لان طبعا امكانياتهم كما جيبهمش هنا، لكن الاعلام الاجنبي ممكن يجري ويروح اي مكان في الدنيا عشان يصور موميا. فتلاقي ان يوم الاثنين الجاي التوداي شو الان بي سي عامله على الهواء مباشره من هنا على كل امريكا، يعني كل امريكا هتشوف هذا الكشف يوم الاثنين القادم باذن الله. عندنا في لندن اعتقد في حاجه قريبه، في معرض توت عنخ امون في يوم 1 نوفمبر القادم. المعرض في توت عنخ امون 150 قطعه، حاجه بسيطه جدا من 5000. في باريس شافها 1,423,000 مواطن. هذا المعرض عامل لنا دعايه لا تتخيلها على اعلى مستوى في العالم كله، وانا سعيد ان هذا المعرض عامل دعايه وبتجيب لنا ايضا دخل مهم جدا عشان نرمم بيها الافعال. بنمهد للمتحف المصري الكبير؟ طبعا المتحف المصري الكبير هيكون بطل هذا المتحف توت عنخ امون اللي هيبهر الناس بالعرض المتحفي الجديد باذن الله. سيادة الوزير النهارده اتكلم على انه كمان هننقل حاجه جميله. الدكتور خالد قال ان ده هتبقى قاعه ضخمه في المتحف المصري الكبير اسمها خبيئه العساسيف. بتشرح ايه معنى خبيئه؟ بتتكلم عن اللي حصل قبل كده في خبيئه، طلعت عائلة عبد الرسول كشف ورا الدير البحر هنا 40 موميا في خبيئة، الكهنة 1891، ملكية 1898، في خبيئة صغيرة كشف فيها 5 توابيت سنة 1934، لكن دي أهم خبيئة في رأيي للكهنة بترجع للأسرة 22. هنعمل إيه بالآثار دي كلها؟ هنعمل دي فخر لنا وبتحف تاريخنا الجميل وتبين عظمة مصر في كل مكان. ولسه تحت الارض 30% اللي طلع وما زال فيه 70%. بشكرك دكتور. العفو يا صاحبي.